رجعنا لكم في ترانكيل لسبعة وتتشن دقيقة. دونك مازالوا عنا دو تيكي العرض هكا لهكا النضال السعدي من هذي مهرجان سيدي علي السمعي بسمعة تجمو تكلمونا على 72-328-500. ما قبل نمشيو لمهرجان حمامات الدولي غدوة يسنى فيكم عرض شوية النضال يحيوي اللي معانا يظهر يوم بشرة عبر الهاتف. نضال مرحبا بيك. مرحبا مرحبا سبعة تخي بيان صحوة لك انت حاضر الغدوة؟ والله تخي بيان مازال كمان غير حاضرين حاضرين بي. حاضرين مش نعملوا جو كبير الغدوة ان شاء الله. نعرف اللي ديما المسرح متاع حمامات عنده هكا وقع خاص على قلبك نضال. دونك كنا حكينا ديجا على عرض قبل في ترانكيلا في الاميسيون اللي عملناها في المسرح. اي صحيح جي موانزان غدوة العرض في شنو يستنى في شنو يستنى في الجمهور؟ انا المسرح نحبه سيرتو كل بروجي نعمله يتعدى على مسرح حمامات. أيه. نعمله ان بون سوكسي نحب جمهور حمامات ونحب المسرح هذاك. حاضرين بالكدا باش غدوة نشعلوا المسرح ونوع الناس اللي باش تجي اللي باش تفرح وباش تشرح وباش تعمل برشا جو ان شاء الله. فوالا دونك برشا جو غدوة في مسرح الحمامات علي. هو كان العرض لما حضرت الحلفاويين وحضرت البرق وكنا حكينا فيهم هذوما زوز، لكن وقتها شاءت الصدف ممكن وشاء القدر بليتو انه العرض معناتها يكون هو كان لو 31 جوي وقتها كان بليتو مش 29 هكا ولا نضال كان لو 29 كان لو 28 لو 28 بليتو لو 28 وقتها صار الحداد، لكن وقتها العرض كان كنت انت في بارتي ومعاك بارتي اخرى من مالي وقتها يظهر لي فوالا فوالا، لكن ممكن القدر شيء انه وقتها توفى الرئيس. ممكن لهنا نضال زاد خدمتك شويه ظروف غدوه نلقاوك وحدك صعبت علي شويه زاد وحدك زاد معناتها على الحمامات اكثر من سلبيه اكثر من ايجابيه ما نصورش خاطر هو والله ايش نقول لك انا فرحان زاد اللي باش نلعبوا حفله كامله فوالا الكل باش يكون عندنا ساعه ونص جو كانت عندنا كان 50 دقيقه توا باش يكون عندنا ساعه ونص باش نحاولوا نعملوا اكثر جو ونحطوا برشا مستويات جدد وفما مستويات جدد ما محضرينهم خصيصا للحمامات وفريمون فرحان برشا بالحكايه هذيك خاطر انا جيماجين اللي حاطه التحضيرات ولا الدوبل معناتها من 50 دقيقه لساعه ونص فريمون زدت عرض اخر على العرض اللي كنت باش محضره نضال اكزاكتومون اما فوالا مع برشا فرحه وبرشا حب هو نخدموا لايم الكل باش يكون عرض يعجب الناس ان شاء الله. ان شاء الله. دونك انا قلت فما غدوه مش دي سكوب فما غنيت اول مره باش تغنيهم على مسرح الحمامات باش يكتشفوهم الناس اللي مغرومين بنضال اليحيوي. دونك جيماجين شويه هكا افون جو شويه من شنو باش يلقاو غدوه جمهور الحمامات اللي باش يجي يتفرج في نضال اليحيوي؟ والله هو باش يسمعوا برشا موزيكا ان شاء الله، موزيكا شعبيه موزيكا نتاع التوانسه الكل. وباش سيغمون باش يشطحوا حتى باش يكونوا عندنا ريتموات تونسيه اصيله باش يسمعوا القصبه باش يسمعوا البندير والطبل والغناء الشاوي وغناء الشمال الغربي وغناء الشمال الغربي وفوالا مع موسيقى جديده مع الجيتار الكتريك مع فوالا بروح عصريه معناتها فوالا باش يكون من الشركات الكل معناها باش تكون فما موزيكا بنينه وباش تكون فما جو كبير. باهي احنا شويه اخر مش شويه اخر توا باش نسمعهم حاجه نضال اليحيوي افون قوم اللي سنه فيكم غدوه في مسرح الحمامات. نضال ميرسي بوكو اي بون كوراج بور دومان بالتوفيق ليك يعيشك نضال اليحيوي باي باي. هذايا افون قوم اللي سنه فيكم غدوه في مسرح الحمامات خليكم بونشي معنا رجعيني.